بيكون في حلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد هنتكلم فيها عن relationships، وهنتكلم فيها عن ازاي انتي كأنثى تقدري تتعاملي مع الراجل اللي شايف نفسه. فالنهاردة الفيديو موجه اكتر للستات يعني، بس انا عايزة طبعا الرجالة اللي هم معنا في الفيديو او معنا في الحلقة النهاردة يشاركوا بالرأي. فطريقة التعامل مع راجل اللي شايف حاله وشايف نفسه، حاسس بقيمة نفسه شوية، او يعني ممكن نقول عليه المغرور التنك، في مصر بنقول عليه الراجل التنك. وازاي نتعامل مع الراجل التنك؟ سوري اي هاف تو بوت ذس وان اون عشان تسمعوا السماعه، بس صوتي كان واطي شويه، خلونا نظبط الصوت. طيب فازاي تتعاملي مع الراجل التنك اللي شايف نفسه، اللي شايف حاله، المغرور؟ ده سؤال مهم جدا جدا، لان في رجاله بيبقوا حاسين بقيمه نفسهم شويه، شايفين نفسهم شويه، حاسين ان هم كتير شويه، وخاصة بيبقى فيه بنات بسيطة كده أو بنات غلبانة بتبقى مش عارفة تتعامل معاها ازاي، وخاصة لو عريس مثلا أو خطبها جوزها، ازاي تتعامل معاه. في خطة كده لازم نمشي عليها، والخطة دي قاعد تفكر فيها وتكتك فيها كده، وخاصة في أبراج رجالة قادرة شوية، فمحتاجين بقى هقول لكم قبل كده الأبراج الرجالة اللي شايفة نفسها، يا سلام. منهم برج الأسد طبعا، ما نقدرش، والجدي برضو، اسد وجدي مثلا، اقول لكم مين تاني، اسد وجدي، ومنهم هنعمل فيديو عن الموضوع ده. طيب رقم واحد، ثقه في النفس، ثقه في، عارفين انتوا محمد رمضان يعني ربنا يمسيه بالخير، ثقه في النجاح، يعني ثقه بالنفس، تبقي شايفه ان انت تستحقي، انت حد واثق في نفسه، انت حد عارف قيمه نفسه، انت حد شايفه ان انت حاجه كبيره. لازم تبقي شايفه نفسك حاجه كبيره، لازم تبقي شايفه نفسك ان انت شخص هو يطول، يا سلام، محدش في الدنيا يتشرط عليكي، محدش في الدنيا يشوف نفسه عليكي. ليه يعني؟ انت معلش سوري، انت احسن مني في ايه؟ انت عندك مميزات، انا عندي مميزات، انت عندك عيوب، انا عندي عيوب، انت شخص، انت انسان وبني ادم ومن لحم ودم ولحم، وانا نفس الشخص، نفس حاجه، محدش يشوف نفسه عليكي، ماشي، محدش شارك عليكي، محدش حسسك ان هو اعلى منك او اكتر منك او اقوى منك، نو واي. دي قاعده رقم واحد، شايف نفسك مع نفسك يا حبيبي. تاني حاجه يبقى ثقه في نفسك. تاني حاجه لما الحد تحس ان هو بدا يشوف نفسه عليكي، او بدا يعني يعلي عليكي، او يبدا مناخيره تترفع، انت مناخيرك تبقى ارفع كده، يعني هو لو درجته كده تبقى انت كده، شوفي نفسك عليه. لا، ما تديش حد فرصه ان هو يعلي عليكي او يعني يشوف نفسه عليكي، يبقى شايف واخد قلم في نفسه قدامك خالص. هو عمل كده، انت هو بدا خلاص، يبقى اذا يعني انت ما بتبدايش، بس هو بدا، يبقى انا خلاص بقى. ما تبقيش سويت قوي يعني، ما تبقيش بقى الكتموت الصغيره الطيبه، ليه؟ لانه هيسوق فيها. لو لقيتي عماله بتدعكي، الله انا بحب ادعك، اديني كمان، هتلاقيه عمال شايف نفسه اكتر واكتر. فلا، وقفي عند حد. وقفي عند حد ازاي؟ لا، انا لن اقبل. ليه انت تشوف نفسك عليا؟ ليه؟ هو انت عندك ايد زياده وانا ما عنديش ايد زياده؟ عندك عين زياده، عينك بتقلب الوان مثلا وانا عيني ما بتقلبش؟ محدش يشوف نفسه عليك بجد والله العظيم، مفيش حاجه. يعني ايه يعني؟ انت راجل وانا ست، عادي جدا يعني، مفيش مشكله. حتى الرسول عليه الصلاه والسلام وصى رجاله على قال اوصيكم بالنساء خيرا، فيعني ده سنه ان انت تاخد بالك مني. فاللي يجي يشوف نفسه يعلي عليك، انت تعلي عليه اكتر، يعني انت جيت لي كده، طب انا هجي لك كده، ماشي؟ يبقى دي نقطه مهمه. رقم اتنين، ما تبقيش بقى الطرف الضعيف، ما تحسيش الشخص ده انك ضعيفه، لان مفيش راجل بيحب الست الضعيفه، وهو بقى كمان ده حد كمان تنك او حد مغرور بالزبه، ده لازم ايه؟ تحسسني انت قويه، وانا لن اقبل. عارفين انتوا في مسلسل او فيلم بتاع عمرو دياب، سوري عمرو مين، عادل امام، بتاع لن اقبل، هو لن اقبل ده، مش اي حاجه تقول اللي يقولها سمعا وطاعه يا مولاي، خالص. لازم يبقى فيش قوه شخصيه، لا. وفي بقى ساعتها لازم نتعامل بالمنطق، في حاجه اسمها مايند جيمز بقى، تستخدمي مخك، صبوره، صبر، لازم تكوني صبوره. وقبل ما تردي يبقى في ذكاء في الرد، يعني ما تبقيش بتردي من اجل الرد، لا، انت بتردي علشان تردي صح. يعني قبل ما تردي تبقى انت بتردي صح، يعني بتعرفي تردي صح، فيبقى فيه كده ذكاء، اللي هو عارفين انتوا اللي هو ذكاء في الرد، تبقي صبوره بتعرفي تردي. في برضو نقطه مهمه جدا يا جماعه في الست عشان تبقى واثقه في نفسها، البادي لانجويج، او ماي جاد، اللي هو لغه الجسد. لغه الجسد دي
حاجه حلوه قوي، ودي ممكن نقعد نتكلم عنها في حوار كامل، ان انت تكون ازاي يكون عندك بادي لانجوج وانت بتتعاملي مع الشخص اللي قدامك، ان انت تبيني له ان يعني ما ينف... يعني مثلا الظهر وانت قاعده تكون مفروض، يعني ما تبقيش قاعده متنيه كده، ما تبقيش قاعده مقربه من الشخص قوي، يعني ما تبقيش انت الطرف المحني، المحني اللي هو متني، او ان انت يعني تبقي لا مفروده، قاعده مفروده. الظهر ده، فرده الظهر دي بتدي ثقه بالنفس. الحركه الايدين الكتير كده وانت بتتكلمي ده مش حلو، بالعكس حاولي يبقى فيه ثبات انفعالي شويه، بطء في الكلام، رينج الريتم الكلام، ما يبقاش سريع قوي قوي ولا يبقى بطيء قوي قوي، يبقى وسط، ما تبقيش بتتكلمي بسرعه جدا ولا بتتكلمي بالراحه، مش... لا وسط كده ماشي. فالبادي لانجوج ده احنا ممكن نعمل حلقه كامله عن البادي لانجوج اللي هو لغه جسدك وانت بتتعاملي مع الشخص المغرور. تاني حاجه ما تمدحيش فيه، يعني ما تقعديش تعظمي في كلامه، خلاص هو شايف نفسه، لا بالعكس تناقشي وزنقيه، اذنقيه يعني اتعاملي معاه بالمنطق، شغلي مخك بقى حضرتك، حللي كده. اي ست في الدنيا عندها يعني جهاز تحليلي قوي، فانت اذنقيه، حطيه في خامه اليك، مش اي حاجه تقولها اه صح بصراحه اه فعلا، ما تكونيش شخصيه ضعيفه، ما تحسيش ان انت فولور. انا بكره الست يا جماعه، انا اكتر واحده في العالم بكره الست الفولور، الفولور ده اللي هو تابع، وخاصه اه ممكن تبقي فولور لو انتوا بتحبوا بعض بقى ومرتبطين ببعض تبقي فولور، بس مش فولور قوي، يعني مش اي حاجه يقولها لك تقولي له امين، مش اي حاجه يقولها تقولي له اه تصدق عندك حق بجد فعلا اه لا لا. هو بيتحدث عن مميزاته وبيتكلم كتير عن مميزاته، لا اذنقيه في عيب بقى، لا تعالى لي بقى ما انت عندك عيوب برضو، مش تقولي له اه ما انت كذا، لا هاتيها بذكاء، وما تبقعديش تعظمي فيه، تعظمي فيه، لان انت لما تعظمي فيه هيشوف نفسه اكتر. أه لا عادي، انت عندك شخصيه انا عندي شخصيه، مفيش مشكلة خالص. طيب يبقى طريقة التعامل مع الشخص المغرور هو ان انت او الشخص الراجل اللي شايف نفسه، هو ان انت كمان تكوني عندك personality، عندك شخص ناجح، اهتمي بنفسك، اهتمي بشكلك. البادي لانجوج برضو احد حاجات اللي بتدي ثقة في النفس، ان انت تبقي حاسة بقيمة نفسك. الاستحقاق، في قانون اسمه قانون الاستحقاق، انا قعدت اتكلم عن الاستحقاق ده، عايز حلقات وحلقات وحلقات. انا استحق اذا انا موجود، لازم يبقى عندك استحقاق، واثقه في قدراتك، واثقه في نفسك، يعني واثقه في امكانياتك، انت عندك حاجات حلوه، انت عندك حاجات حلوه ناس كتير تتمناها، فلازم تبقى انت شايفه كده عشان الطاقه بتاعتك دي توصل له. ما هو انا عشان اوصل لحد يعني انرجي لازم اكون حاساه، لازم اكون حاسه ان انا واثقه في نفسي، حاسه ان انا جميله، حاسه ان حد شخصيه دمها خفيف، شخصيه روحها حلوه، واي حد في الدنيا يتمناني. برضو الاهتمام بالمظهر، انا بحس ان دي بتاثر على ثقتك في نفسك. اهتمام بالمظهر يعني انت لما تكوني ست جسمها حلو، جسمها منسوق، بتعرف تلبس حلو، ريحتها حلوه، بتدي جو من الانتعاش كده، يعني تحس ان روحك حلوه، ده هيخليك عندك الباور ان انت شايفه نفسك ان انت تستحقي حاجه كويسه، تستحقي حاجه جميله، فده هيديكي نوع من انواع القوه ان انت تبقى قاعده واثقه في نفسك. عشان كده بجد والله العظيم يا جماعه، يعني يا ستات اهتموا بنفسك، اهتموا بنفسك عشان نفسك مش عشان حد تاني، اهتموا بنفسك عشان تكوني ست جميلة قدام نفسك. يعني ان الله جميل يحب الجمال، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام وصلنا بالنظافة الشخصية. انا بتضايق قوي لما اشوف ست مش مهتمية بنفسها، مش هقول مش مهتمية ان انت تلبسي، انا برضو هفضل كل حلقة اقول الكلام ده، تلبسي براندات غالية وتلبسي حاجات غالية، لا اهتمي بنفسك اللي هو خليكي بسيطة بس جميلة، شكل لبسك يبقى بسيط كده، ريحتك حلوة، ريحتك حلوة اللي هو مش بتحطي بيرفيومز ب 4000 و5000 جنيه، لا ريحتك حلوة يعني مستحمية كده، ريحتك مش عرق، ريحتك مش ريحة بقك حلوة، ريحة جسمك حلوة، بصابونة والنبي بصابونة ب 3 جنيه ممكن تبقى ريحتك حلوة على طول. يعني الناس، انا بشوف ناس فلاحين وناس بسيطة جدا يعني، وناس بسيطة ريحتها حلوة عمرك ما تشمها، وناس تانية صاري يعني فيري هاي ستاندرد وما تطقش تقعد معاهم 5 دقايق. موضوع النظافة الشخصية ده بقى خط، انا هعمل حلقة اقسم بالله عن النظافة الشخصية. النظافة الشخصية دي حاجة، وخاصة في الصيف اللي احنا عايشين فيه ده، لا يا جماعة بجد النظافة الشخصية دي قصة. يعني اتعلمي ان انت تكوني عارفة ان انت تستحقي حد كويس عشان انت حد كويس. اتعلمي ان انت تكوني يا جماعة الثقة في النفس، بس ثقة في النفس دي. بادي لانجوج دي بقى قصة تانية خالص، ودي لازم كلنا يكون عندنا.
عارفين انتوا اللي هو حتى نتدرب مش مشكله، دي حاجه بتيجي بالممارسه، ان احنا قاعدين فاردين ظهرنا، ماشيين فاردين ظهرنا، بنتكلم بثقه، بنتكلم بوزن بتقل. والله بجد الحاجات دي انا بشوف ان لغه الجسد حتى في لغه العيون، خلي عيونك بتبص بقوه، بتبص بجراه، مش خايفه انت خايفه من ايه؟ هو احسن مفيش بص قاعده، الراجل هيعلي عليك علي عليه، بس ما تبقيش انت تطاطي، عارفين انتوا بلاش تطاطي، بلاش تتنازلي، بلاش تنزلي بنفسك، بلاش تحسسي ان انت تحتيه، يعني اكيد الراجل هو اللي لازم يكون هو الابر هاند، بس ما تحسسوش ان هو قوه وانت ضعيفه، ما فيش راجل بيحب الست الضعيفه مهما كانت قوته، الراجل القوي بيحترم الست القويه، الراجل الضعيف هو اللي عايز الست اللي معاه ضعيف عشان يشوف نفسه عليها، اما لو هو راجل قوي بجد هو هيحب الست القويه اللي شخصيتها قويه اللي عندها كيان. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما كان اكثر سيده احبها في زوجته كانت السيده خديجه، الست خديجه لما كان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام نزل عليه الوحي، راح لسيده خديجه وهو بيرتجف من الخوف من وقعه نزول الوحي سيدنا جبريل عليه، هي اللي طمنته عشان هي ست قويه، عشان هي ست عندها قوه، هي ست كانت مش عشان هي اكبر منه سنا، السيده خديجه كان اكبر من الرسول عليه الصلاه والسلام، بس هي عشان ست قويه، فلما كان بيقول لها غطيني يا خديجه هو كان بردان وبيرتجف، فده بيدل ان النبي بيحب الست القويه، بيحب الست. السيده عائشه كانت شخصيه قويه لما كانت بتسابقه وتعمل معاه سباقات وكانت بتغير وكانت بتبين تعبر، فالست القويه هي ست جذابه. ف اسمعوني يا بنات، ما تتنازليش ما تتنازليش ما تتنازليش ما تتنازليش عشان اي حد في الدنيا، محدش يستحق ان تتنازلي، ثقي في نفسك، اعرفي ان انت تستحقي الافضل، مفيش حد احسن منك. الفيديو ده لكل بنت بتسمعني وكل ست، بليز تعملوا شير لاصحابكم وصحباتكم امهاتكم واخواتكم، عشان حسن الفيديو ده مهم جدا جدا لكل الناس تسمعه. بليز ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتابعوني على السوشيال ميديا انستغرام وعلى فيسبوك، بحبكم جدا جدا جدا، اشوفكم في فيديو تاني، ثانك يو، باي باي، مع السلامه.